صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 18 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جاء فيه يعاد تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وعضوية كل من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائباً أول للرئيس الاستاذ تقي محمد البحارنه نائبا ثانيا للرئيس معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه معالي الشيخه ماي بنت محمد الخليفه سعاده السيد علي عبد الله العراضي سعاده الدكتور محمد علي الخزاعي الاستاذ علي عبد الله خليفه وتكون مده عضويتهم اربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا الامر